يعني طبعا قبل ما نروح لاخبارنا العالميه، ويمكن انت تابعتي كمان يا سهام، طبعا مارادونا بنتكلم الظاهره العالميه، مارادونا ترند العالم كله دلوقتي في الساعات القليله اللي فاتت، وفاه الاسطوره دييجو ارماندو مارادونا، طبعا اللاعب العالمي الاسطوره الارجنتينيه. ناس كتير قوي اكيد يعني بتعشق كره القدم علشان مارادونا، ناس كتير جدا جدا على مستوى العالم، ما بتكلمش على مستوى الارجنتين بس، كانت بتعشق كره القدم وتقول مارادونا هو يعني ما بين قوسين كده هو اسطوره لن تتكرر، كان مثل اعلى للعيبه كتيره جدا جدا في الموهبه والحرفنه، واحنا كمان واحنا صغيرين كنا بنتفرج على الكوره علشان طبعاً خاطر مارادونا. فطبعا هي وفاته كانت يعني مفاجاه ومش مفاجاه، لان انت عارفه سهام الاسابيع الاخيره كان بيخش في مرحلة تدهور في الصحة شوية، دخل العمليات وغرفة سول العمليات، كان العملية يعني كانت نجحت لكن هو ظروفه الصحية للأسف كانت الفترة الأخيرة يعني ما كانتش كويسة بشكل كبير جدا. يعني مارادونا طبعا المدهش، احنا عارفين طبعا أهدافه الرائعة والهدف فيه طبعا المقولة الشهيرة، الجون اللي جابه طبعا في ضد انجلترا في كأس العالم وكان بإيده، ولما سألوه حتى في مؤتمر صحفي انت جبت الجون بإيديك، فقال له لا ده هاند أوف جاد، يعني هو دوت المقولة الشهيرة على هدف يعتبر هدف أسطوري، وفي نفس الوقت كان عليه جدل كبير جدا جدا صحيح. انه أحرز الهدف بإيديه، وهم سألوه لك ده يد الإله، يد الإله هي اللي دخلت الجون. يعني مارادونا أسطورة وأيقونة الأرجنتين، يعني ده ما كانش لاعب عادي على مدار تاريخه، كان ساحر كبير جدا بيؤمر الكورة تعمل اللي هو عايزه، فكان لاعب أسطوري بمعنى الكلمة، يعني من الصعب جدا جدا أنه يتكرر. طبعا مارادونا اسطوره كبيره جدا 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 الله يرحمه. يمكن عايزين نقول نبذه عن الاسطوره مارادونا، احنا عارفين مارادونا اتولد يوم 30 اكتوبر سنه 60، وهو اللاعب الان طبعا كان الاكثر جدل على تاريخ الكره العالميه، بيعتبره الكثيرين زي ما قلت لكم من افضل اللاعبين في تاريخ كره القدم، يعني لعب في 4 بطولات كاس عالم، قاد الارجنتين زي ما احنا فاكرين مونديال المكسيك 86 للفوز باللقب على حساب طبعا المانيا الغربيه في المباراه النهائيه، فاز بجائزه الكره الذهبيه كاحسن او افضل لاعب في البطوله، في نفس البطوله في طبعا في الدور ربع النهائي سجل هدفين في مباراه طبعا جمعت ما بين منتخب الارجنتين ومنتخب انجلترا وانتهت ب 2-1، وزي ما اتكلمنا واحنا الهدفين معروفين جدا ان الهدفين دول دخلوا التاريخ، دخلوا تاريخ كره القدم لسببين، السبب الاولاني عن طريق طبعا احنا عارفين لمسه طبعا بايده وجاب الجون بايديه والمقوله الشهيره هاند اوف جاد، وطبعا في الهدف الثاني يعني ما بيتكررش، يمكن ميسي اللي كرره في لحظات معينه، لكن الهدف الثاني من مسافه 60 متر، فاكرين الهدف دوت ان هو كمان كان في نص ملعبه استلم الكوره وبدا يراوغ تقريبا كل فرقه المنتخب الانجليزي وبيرقص الجون وبيحط جون، اعتقد من الاهداف العالميه التي لا تنسى في تاريخ الكره العالميه، وكان حقيقه ده كان هدف القرن العشرين. وعلى فكره طبعا في 17 اغسطس في 2015 كمان مارادونا زار تونس، ليه زار تونس؟ لان الحكم التونسي طبعا بن ناصر زاره في بيته، ده كان اللي ادار هذه المباراه التاريخيه ما بين الارجنتين وانجلترا في كاس العالم، ومارادونا زاره في بيته وقدم له يعني قميص المنتخب الارجنتيني عليه امضائه وشكره طبعا على الهدف اللي سجله مارادونا. طبعا يعني مارادونا زي ما بقول اسطوره كبيره جدا جدا على المستوى كره القدم، ومن الصعب جدا
من الصعب جدا تكرار هذه الأسطورة. طبعا طبعا, يعني طبعاً. ربنا يرحمه. طيب. يعني مارادونا طبعا زي ما حضراتكم يمكن في ناس كتيرة جدا عارفة تاريخه, مولود في بوينس آيرس, كان من عائلة فقيرة جدا. مرحلة الهواة كان بيلعب مع أرجنتينيوس جونيورز ما بين 74 و 77, بعد كده لعب بشكل احترافي في نفس الفريق ال 81, بعدها راح بوكا جونيورز. سنة 82 انتقل لبرشلونة الأسباني, في 83 فاز مع نادي برشلونة ببطولة كاس أسبانيا بعد هزيمة طبعا ريال مدريد. في 84 راح نادي نابولي الإيطالي, صنع تاريخ فقراء الجنوب الإيطالي زي ما بيقولوا كده, لقب نابولي, فقادهم للفوز بالدوري الإيطالي مرتين, كاس إيطاليا, كاس الاتحاد الأوروبي, وكاس السوبر كمان الإيطالي. فربنا يصبر أنصاره ومحبيه وأسرته طبعا, ومش هيتنسى يعني. مارادونا أسطورة. أكيد. فعلا أسطورة. طيب. الكورة يعني.